العلامة التجارية التركية التي توقف العالم. شركة أكار بيجون للصناعة والتجارة المساهمة. الإخوان أكار أسسوا شركتهم العائلية في عام 1984 على مساحة 45 متر مربعا بماكينة خراطة واحدة. وفي عام 1989 بدأ أكار في صناعة البراغي والصواميل للعجلة، وبمراقبة الجديد والتكنولوجيا الحديثة انتقل في عام 1998 إلى مصنعه في منطقة صناعية في منطقة كونيا المقامة على مساحة 33 ألف متر مربع. أكار بيجون في أواخر عام 98 حصل على معمل السبك واتجه إلى النمو السريع وضم في برنامج إنتاجه صناعة طنابير وأقراص الفرامل. شركة أكار من العلامات التجارية العالمية، وهي من الشركات المرغوبة والموثوقة في مجال الشاحنات للسوق المحلي والخارجي في صناعة الطنبور، القرص، البرغي، الصامولة، ذراع ضبط الفرامل، المنافيخ الهوائية وطقم إصلاح الكاليبر. وبمراقبته ومشاركته للمعارض المحلية والدولية عرف على منتجاته للأسواق العالمية. بدأ في صناعة البراغي والصواميل في عام 1989، وتتفرع طريقة صناعته إلى صنفين رئيسيين وهما الكبس الحار والكبس البارد، ويتم بجودات 10.9 و12.9 DIN التصنيع عالي المواصفات. سعة إنتاج معمل الكبس البارد في الساعة بكمية 3600 قطعة وشهرياً بمعدل 800 ألف قطعة. المعادن التي تستعمل في صناعة الكبس الحار تسخن إلى درجة حرارة مناسبة، وبعدها يعطى شكل القالب بالكبس. شركة أكار لما بدأت في إنتاج طنبور، القرص وحذافة الكرنك في عام 1998 كان سعة إنتاجها اليومية 20 قطعة. نتيجة استثمارها للتكنولوجيا أنجزت نجاحاً كبيراً ووصل إلى إنتاج 300 ألف قطعة طنبور و140 ألف قطعة ديسك وحذافة كرنك في كل عام. بدأت شركة أكار في صناعة أذرع ضبط الفرامل في عام 2007، ويتم إنتاج 12 ألف قطعة شهرياً من النوعين العادي والأوتوماتيكي. جميع القطع المستخدمة في تركيب وتجميع ذراع ضبط الفرامل تنتج 100% بجودة أكار، وتمر المنتجات التي ننتجها باختبارات المسافة، العمر وحمام الملح، وكذلك يتم تحقق أجسام المنتجات بجهاز المقياس ثلاثي الأبعاد. ولقد تم الحصول على براءة الاختراع في جزء الترس الآلي المستخدم في تركيب أذرع ضبط الفرامل بالعمل المشهود لفريق مهندسي البحث والتطوير. في عام 2009 بدأت أكار بصناعة منفاخ الهواء للسيارات التجارية الثقيلة، وتمتلك القدرة على إنتاج 10,000 قطعة شهرياً في القسم المخصص للمنافيخ الهوائية، وتشمل كل من منافيخ الرول، منافيخ ذات بساتم معدنية وبلاستيكية كاملة، وأيضاً منفاخ من غير بساتم ومنفاخ ذات طبقات، ويتم تمريرها باختبارات عديدة وهي تهريب الهواء بالماء، العمر، الصلابة، الكثافة، الالتصاق، مقاومة الانقطاع، مدى طول الانقطاع. شركة أكار بدأت في العام 2012 باستثمار معمل سبك جديد على مساحة 61 ألف متر مربع مفتوح، والمغلق على مساحة 22 ألف متر مربع. وخلال فترة قصيرة لا تتعدى السنة الواحدة أكمل استثماره وبدأ بالإنتاج في عام 2014 بسعة إنتاجية كاملة. يتم سبك 40 ألف طن لحديد الزهر وسفيرو في معمل السبك، ويحتوي على خط سبك أوتوماتيكي آلي، وفي كل مرحلة يتم استخدام آخر أنواع التكنولوجيا. وبواسطة الأفران يتم صهر 18 طن معدن في الساعة. يوجد خطين أوتوماتيكي كامل لتكوين القوالب،
بسعة إنتاج 60 و 120 قالب في الساعة. والمادة المستخدمة في تشكيل القوالب خليط الرمل يتم تحضير 200 طن من الرمل في الساعة بطريقة مراقبته بجهاز الكمبيوتر وتحضيره في خلاطات خاصة على شكل أوتوماتيكي. بسبب حرص شركة أكار على المحافظة للبيئة والطبيعة، تم تجهيز المصنع على المعايير التركية والعالمية للمحافظة على البيئة بتركيب نظام امتصاص وإمساك الغبار، ويتم فقط خروج 1 مايكرو من الغبار للخارج. لكي نعرض لزبائننا منتجاتنا بشكل آمن، نقوم بالتحليل والقياس في مختبراتنا والمختبرات المعتمدة. الاختبارات والتحاليل تعمل على مواصفات TSEN ISO IEC 17025. في عام 2004 أخذت شركة أكار شهادة الجودة ISO 9001، وسجلت جودتها بأنها مناسبة للمقاييس العالمية. وبدأت في نهاية عام 2013 في تجهيزات شهادة الجودة ISO TS 16949، وشهدت نظام إدارة البيئة 14001، وشهادة نظام السلامة والصحة المهنية OHSAS 18001. شركة أكار تقوم بالتصدير لمئة دولة في 7 قارات، وتقوم بكسب وفاء العملاء تحت ماركة أكار باحترام البيئة والمجتمع وتوفير القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وتفتخر بأن الماركة مرغوبة وموثوقة بين العملاء في العالم. شركة أكار شركة عائلية تعكس حرارة الجو العائلي لأعمالها، وتنظر للموظفين الذين يتعدون 300 موظف والعملاء والموردين كفرد من العائلة. مبدأ شركة أكار في العمل ضمان النجاح والاستدامة في الإنتاج بمبدأ الأمانة والجودة في الخدمة، وتشكر لعملائها للوفاء والاهتمام الذي قاموا بتقديمه لنا. شركة أكار، سرعتكم تحت السيطرة.